السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم قصة جميلة وحقيقية، أيام زمن السلطان سليمان القانوني. يوم من الأيام طلع مع واحد من حراسه وتخفى وكذا، وقالوا خلينا نشوف أحوال الشعب. فمروا يعني من مكان يعني، فوجدوا جثة يعني جنازة على الأرض. فسأل السلطان قال غريبة هذه الجنازة، ما حد شالها ولا حد دفنها، وين أهله وين أولاده وين كذا. فجوا الناس قالوا أبي هذه جنازة واحد زاني وشارب الخمر، سيبوا ما لكم فيه. فغضب السلطان وقال أين أهله؟ قال أهله في هذا البيت. فلما دخل إلى هذا البيت ما وجد إلا زوجة هذا الرجل، ما عنده لا أولاد ولا شيء. وجدها تبكي، فقال السلطان سليمان طيب زوجك زاني وشارب الخمر، ليش تبكين؟ قالت والله العظيم إن زوجي إنه رجل يعني رجل صالح. قال لك كيف؟ قالت زوجي كان يذهب إلى يعني إلى أماكن الخمر، وكان يشتري الخمور يعني كمية كبيرة ويأتي بها إلى البيت، والله يكرمكم يعني يصبها في المجاري، يقول أبغى أخفف عن شباب المسلمين حتى ما يقع فيها. وكان يذهب إلى بيوت النساء الله يجيرنا الزواني وكذا، وكان يعطيهم أجر يوم كامل حتى لا تذهب إلى الزنا. يعني يقول نفس الكلام، أريد أن أخفف على يعني على بنات المسلمين وشباب المسلمين المعاصي. وبعد كذا يعني زوجته تقول يا أخي طيب أنت إذا مت بكرة من بيدفنك؟ لا بيدفنك الناس يعني ما ماخذين عنك هذا الصورة أن أنت زاني وأنك شارب الخمر. قال سوف يدفنني السلطان والعلماء والوزراء. فقالت له طيب. فسبحان الله بعد كذا يعني بكى السلطان يعني من هذا القصة، وقال يعني رحمك الله وكذا. فأمر السلطان الجيش والعلماء والوزراء بدفن هذا الرجل الصالح، وكانت أكبر جنازة في ذلك اليوم حضرها يعني هذا الكم الكبير من الناس. يعني وكانوا الناس يعني المشكلة ينظرون إلى الرجل يعني في الظاهر أنه زاني وأنه شارب الخمر. فهذه يعني قصتنا لليوم، إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن تنال على إعجابكم. والفائدة من القصة في النهاية أنك لا تحكم على ظاهر الناس، ولكن احسن الظن في المسلمين أجمعين. فيعني دائما ولا يعني ولا تحكم عليهم بظاهرهم بأقوالهم وأفعالهم، ولا نعلم ماذا يخفون الناس بينهم وبين يعني بين ربهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ولا تنسون دعمنا في قناتنا في البايو، وأعطانا اللايك والاشتراك، واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائع. مع السلامة.